مديرية التربية والتعليم الأستاذ حاتم ريان والأستاذ أبو رامي مديري ومديرات المدارس المحترمين، مديرة المدرسة، مدير معلمي ومعلمات المدارس، أولياء أمور الطلبة، أهلا وسهلا بكم. بداية لا يسعني إلا أن أقدم شكري إلى الجندي المجهول في هذه المدرسة الذي ضحى من وقته، وهي أسرة التعليم المساند، مجموعة التعليم المساند العب وتعلم. كما أقدم شكري إلى الأخ أبو مهران الذي ينقل هذا الحدث في هذا اليوم لمنتديات بيت عنان. بداية لا يسعنا إلا أن نقف وقفة إجلال وإكبار لأسران البواسل في هذا اليوم، يوم الأمعاء الخاوية، يوم التحدي والصمود. الأخوة الحضور، بتجربتي المهنية، المعلم الناجح هو من يعمل على ملء فراغ حصته، وهذا طبعا يدل على زخم المادة التي يعطيها للطلبة. أما إن كانت الحصة نصف ساعة أو ربع ساعة فبتكون الحصة شوربة، وكذلك الإدارة الناجحة. في هذه المدرسة احتفالنا المبين أمامنا في 24 فقرة، وضيفت إليها 4 فقرات وربما تطول أكثر، وما علينا إلا الصبر. إخواني، بالنسبة للمدرسة، مدرسة ذكور بيت عنان الأساسية، هذه المدرسة التي انتقلت نقلة نوعية في السنتين الماضيتين في جميع المجالات، في التحصيل الدراسي. التحصيل الدراسي، رأت مديرة المدرسة في بداية العام الدراسي أن هناك بعض الإخفاقات، بعض الضعف في التحصيل الدراسي، وارتأت أن تعمل على مساندة الإخوة الأخوات طاقم التعليم المساند في هذه المدرسة، ولا شك أن لها أبرز الأدوار وأبرز النتائج وتحسن أفضل في هذا المجال. يتساءل البعض ما هي نشاطات مجلس أولياء الأمور؟ طبعا هذا متروك لمديرة المدرسة بتوضيحه، رغم ضعف الإمكانيات المادية التي يعيشها مجلس أولياء الأمور في هذا البلد، إنما كانت مجهودات ذاتية وعلى حساب مجلس أولياء الأمور وعلى وقتهم. لا أريد أن أطيل عليكم، أشكر إدارة المدرسة
من معلمي ومن معلمات ومعلمات المدرسة على هذا الزخم في فقراتها وعلى هذا النشاط الواسع لهذه المدرسة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.